السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المحاضرة الثانية في الأسبوع الثالث في علم سوائل الجسم Body Fluids. توقفنا لغاية Preservation of Urine Specimen، وهي طرق حفظ عينات البول والتعامل معها داخل المختبر. بداية، يجب أن نكون نعلم بأن عينة البول من لحظة خروجها من المريض أو الشخص المراد فحص له لغاية ما نقوم بالتعامل معه وبدء التحليل معانا فقط ساعة واحدة، 1 hour، أي يجب ألا تتغير أو تترك أكثر من ساعة عينة البول. طب ليه يا أستاذ عينة البول لا تترك أكثر من ساعة في المختبر؟ خلينا نشوف ليه. The maximum time، قمة الوقت، أكثر وقت ممكن إنه تبقى عينة البول في المختبر، that urinary contact to be maintained in urine specimen is 1 hour، أكثر من ساعة الآن بتدخل عينة البول في تغيرات. ليه؟ تعالوا نيجي نحسبها مع بعض. عينة البول يا أستاذ الكريم شو بتحتوي؟ بتحتوي على خلايا، ممكن تكون كرات دم بيضاء، خلايا دم بيضاء، كرات دم حمراء، ممكن تحتوي على كاست. عدنا حنفهم شو هو الكاست، مجموعة من الخلايا، مجموعة من المركبات داخل كيس. طيب ممكن تحتوي على كريستال، ممكن تحتوي على بكتيريا. البكتيريا بتكون أنواع، في منها اللي مسببة المرض، في منها الموجودة مستوطنة عادية في جهاز التنس البولي، في مركبات أخرى. كل هاي المركبات اللي موجودة في العينة بالإضافة إلى خمائر، بالإضافة إلى شغلات كثيرة أخرى، كل هاي المركبات أكثر من ساعة بتبدأ يتغير في شكلها. على سبيل المثال long standing of urine at room temperature can cause، خلي بالك انه عند الروم تمبريتشر، يعني عند درجة 25 RT اللي هو room temperature يبدأ التغيير، فما بالك لو كان الجو صيف 37، فيكون النشاط اكتر، يعني حتى ساعة ماكسيمم بتكون عندنا. اول شيء تعال قال لك شو اللي ممكن كان كوز، شو اللي ممكن عندنا يتغير. قال لك جروث اوف بكتيريا، نمت بكتيريا، يعني هي مش ناميه البكتيريا يا استاذي الفاضل. كانت البكتيريا اللي موجوده عندي، في بعض انواع من البكتيريا بمجرد ما انه تخرج وتهاجم في أنواع أخرى، يعني موجود نوع بكتيريا وليكن مثلا إشريشيا كولاي، ونوع مثلا نايسيريا مثلا جانورية، هاي نوع من أنواع البكتيريا التي تسبب مثلا الجانورية اللي هو إيه السيلان، اللي هو هذا السيلان أيضا التهابات مسالك بولية، لكن بكون إيه أجريسيف، يعني عنيف جدا، ممرض جدا. هاي البكتيريا مجرد ما تلتقي النايسيريا مع الإشريشيا كولاي بتموت. ليه؟ لأنه هي بدها بيئة مناسبة، بنقول عنها فاستيديوس مايكرو أورجانيزم، البكتيريا الدلوعة بتاعتنا اسمها النايسيريا، دلوعة بدها جو مناسب، بالإضافة إلى أنه الإشريشيا كولاي في المكان قضت عليها، لأنه الإشريشيا كولاي بتكون أقوى منها وتحملا للجو، فبالتالي ماتت هاي البكتيريا عنا. يبقى الآن إشريشيا كولاي أو كليبسيلا بروتياس، سودوموناس، أنواع أخرى عديدة، إنتيروبكترييسي، نمت وبقوة وبشراسة. بدل ما كانت عندي خلية ومش مبينة،
صارت عندي عشرات ومئات وآلاف، أكثر من ساعة طبعا نمت. طيب النيسيريا هذيك الدلوعة أكيد ماتت، يبقى أنا بأدور على اللي سببت سيلان ومرض، ومرض سيرياس لديزيز أي التهابات شديدة فعلا حقيقية كانت ممرضة، ماتت بعد ساعة البكتيريا المسببة ونمت بكتيريا تانية ضللتني، يبقى نمت بكتيريا غير مرغوب فيها في التحليل وضللت النتيجة. بينما حدث أيضا بريك داون اوف يوريا تو أمونيا باي بكتيريا. طبعا اليوريا اللي موجودة في البول حدث إلها تكسير بواسطة مين؟ حدث إلها التكسير بعد ساعة بواسطة البكتيريا اللي هي إشريشيا كولاي أو أنواع أخرى، حولت اليوريا إلى أمونيا. تعدور على اليوريا ما بتلاقيها في البول، أصبحت أمونيا الرائحة النفاثة. طيب باي بكتيريا leading to an increase in the pH، غيرت البي اتش، لما تغيرت اليوريا للأمونيا صار عندي تغيير في درجة الحموضة. درجة الحموضة البي اتش شو سوت عندي؟ غيرت كل المركبات، لأنه البي اتش لما تتغير بتموت بكتيريا، مركبات بتتغير شكلها نتيجة تأثير الحموضة عليها of urine and this may cause the precipitation، وبالتالي ما حد ما تغيرت عندي البي اتش حدث precipitation ترسيب للكالسيوم تمام والفوسفيت. ايضا نتيجة تغيير البي اتش حدث اوكسيديشن اوف يوروبيلينوجين تو يوروبيلين. يعني لو انت بتدور على اليوروبيلينوجين، يوروبيلينوجين ما بتلاقيه لانه تاكسد. ايضا لو في جلوكوز داخل عينة البول كان نسبته عالية اختفى بعد ساعة، امال فين راح؟ طبعا البكتيريا اكلته، استهلكته، استهلكت الجلوكوز اللي موجود عشان تعيش. يبقى destruction of glucose by bacteria lysis of red blood cells، واهم في الموضوع كرات الدم الحمراء نتيجة تغيير البي اتش، نتيجة وجود مركبات عديدة في البول ليست معتادة عليها كرات الدم الحمراء، حدث ايه؟ تكسير لكرات الدم الحمراء. الله اكبر الراجل. طيب احنا شايفين يورين، في اليورين الكلر كان لونه احمر، وين راحت كرات الدم الحمراء؟ اتكسرت يا استاذي. ليه؟ لانه من المركبات الموجودة في البول ماكسيمم اكثر من ساعة تتكسر هذه الريد بلاد سيلز، كذلك الامر الوايت بلاد سيلز بتختفي، كذلك الامر كاست ممكن تختفي عند المريض. كل هاي المركبات اتاثرت وتغيرت في الوسط والبيئه داخل البول. بالنسبه للامونيا عشان نبقى فاهمين، تكون عندي اليوريا، خليني اكتب لك اياها، استخدم القلم. بتكون عندي اليوريا، خلينا نكتبها هان على الطرف، هاي اليوريا اكتبها عندك يا استاذ، تتحول الى نشادر امونيا. امونيا رمزها ان اتش 3 بواسطة مين؟ البكتيريا. اكتبها عندك، بواسطة البكتيريا يحدث لها تكسير. ايضا الامونيا بواسطة البكتيريا بتتحول من نايترايت، مش مساعدني القلم، الى من نايتريت، عفوا من نايتريت اللي هي رمزها ان او 3، كلام مهم، الى ايه؟ تتحول الى نايترايت. نايترايت
اللي هو بدل الـ AI يعني بس غيرها، رمزها N O 2 N O 2 أيضا بواسطة البكتيريا. تمام. طبعا كل الهدف هذا لتحرير سبحان الله الآن نيتروجين إلى الجو يخرج في النظام البيولوجي. طبعا اللي عندي معروف مين البكتيريا المجرمة اللي بتقوم بتحويل اليوريا إلى أمونيا ونيترات إلى نيتريت، غالبا بتكون الإشريشيا كولاي غالبا. لذلك ظهور نيترايت نيتريت أمونيا يكون دليل قطعي على وجود شو؟ على وجود إشريشيا كولاي. طبعا لو اعطاني النيتريت اللي موجود عندي بوزيتيف على الستريب يعني في التحليل، اكتبها عندك يا استاذ، دليل على انه كانت في نيتريت واجت من الامونيا اللي هي تكسير من اليوريا. طب مين اللي كسرها؟ الاشريشيا كولاي. الاشريشيا كولاي معناته انه في موجود عندي بكتيريا حولت المركب هذا. طبعا هذا لو كانت الحالة أقل من ساعة، معناته البكتيريا اللي موجودة إشريشيا كولاي. إشريشيا كولاي المسبب الأول، وجودها يدل على وجود حالة يو تي آي اللي هي اختصار ليورينري تراكت انفكشن. فهمت؟ يبقى وجود إشريشيا كولاي يوحي لي او تحول النيتريت من الى نيتريت الى نيترايت اعطاني على الستريب، عندنا حنشوف كيف اعطاني بوزيتيف، معناته دليل قطعي انه والله الراجل هذا عنده اشريشيا كولاي، نوع من انواع البكتيريا السالبه او الانتيروبكترياسي، سببت له التهابات يو تي اي. وفعلا احنا لازم نلاقي عندنا التهابات عند المريض هذا ناتجة عن وجود البكتيريا هذه. يبقى فهمنا وين رايحين احنا في التحليل. طيب نمشي بعديها. If urine specimen cannot be examined immediately، لو انت مش قادر تحفظ عينة البول، مش قادر تشتغلها خلال ساعة، ليه؟ قطعت الكهرباء، ليه؟ اجتك عينة طارئة، ليه؟ صارت ظروف في المختبر، ليه؟ مش موجود أدوات تشتغل، مش موجود إمكانيات تشتغل في الساعة هذه، حدث طارئ مهم في المختبر، مش قادر أشتغل العينة، إيش ممكن أعمل؟ مش قادر اشتغلها خلال ساعة. It must be refrigerated، لازم نتلجها. Or preserved، أو نحفظها. By using different chemical preservation، نحفظها نضيف عليها مواد. شوف يعني اللي بوصل لك هي آليات حفظ عينة البول. Method of preservation of urine specimen، كلام مهم. لو أنت مش قادر تشتغل العينة في عندك طرق، إما physical أو كيميكال. قال لك الفيزيكال ريفريجريشن، ريفريجريشن اللي هو حفظ في التلاجة. تعرف التلاجة اللي موجودة عندنا في البيت؟ الموجودة عندنا في البيت يا أستاذ الكريم درجة الحفظ فيها ما بحكيش على الفريزر، بحكي على التلاجة النص الأسفل هذا اللي تحت، بنقول عنه باب التلاجة اللي تحت، تحفظ فيه العينة في المختبر، بتكون درجة حرارة الحفظ من 2 إلى 6. اكتبها قبال ريفريجريشن هان، اكتب على الكتاب من 2 إلى 6 ساعات تحفظ، من 2 إلى 6 سلسياس درجة الحرارة تحفظ فقط لمدة 8 ساعات. يعني ايه؟ عينة صباحية الساعة 8 معاك لغاية الساعة 2 او لغاية الساعة 4 مثلا تشتغلها،
بعد هيك خلاص ترمى العينة. طيب والله يا استاذ انا مش قادر اشتغلها وصارت حرب وصارت مش عارف ايه ووقفنا الشغل، مش قادر اشتغلها ولا حاجة. بدل ما تحطها في باب التلاجة من تحت في الريفريجريتور، تلاجة ريفريجريشن تتليج عادي، تتليج عادي، بتروح حاططها في الفريزنج. في عندنا تلاجات اسمها فريزر، زي ايه النص الاعلى في التلاجة اللي هو التلج، فريزنج بتروح حافظها، وهنا عند ماينس اقل من ماينس 2 بتكون درجة الحرارة، تحفظ لمدة 24 ساعة، يعني معاك لتاني يوم تشتغلها، بعد هيك بترميها. فهمت؟ يبقى يا اما في باب التلاجة من تحت، يا اما في تحفظ في الفريزر لمدة 24 ساعة. طيب يا استاذ انا برضو ممكن انا استخدم مواد تانية للحفظ كيميائية، زي مين؟ قال لك في كيميكال سبستانسز، زي حاجة اسمها ثايمول، تولوين، فورمالدهايد اللي هو الفورمالين، فورمالين بنسبة 40%. افهم يا أستاذ، يكتب جنبه نسبة 40% من 10 إلى 40% التخفيف بتاعه. بنحفظ في الفورمالدهايد أو الفورمالين بنحفظ كل إشي، أنسجة، إذا أخذته في علم الأنسجة فاكرين، بنحفظ العينة في فورمالين بنسبة 40%، عينة البراز بنحفظها في فورمالين لفترة من الأيام، خلي بالك حسب نوع العينة، تحفظ في الفورمالين، تحفظ في الهيدروكلوريك أسيد HCl، تحفظ كله طبعا فترة الحفظ حسب إيه نوع المادة، كلوروفورم، أيضا بوريك أسيد، بوريك أسيد مادة نوعا ما التعامل معها خطر شوية، كلوريكسيدين، كلوريكسيدين اللي هو ريحة اللي بنشمها، هاي المعقمات بتاعت البلاط ممكن نحفظ فيها، بس ايه على شو بندور احنا؟ مثلا بندور على بكتيريا، ما بنستخدم كلوريكسيدين نحفظ فيها، بندور على خلايا بنستخدم ايه الفورمالدهايد نحفظ لانه امن على الخلايا. فهمت؟ صوديوم بيكربونيت او صوديوم كربونيت، ممكن نستخدم الصوديوم كربونيت كذلك الأمر في عمليات حفظ العينات. تمام يا أستاذ الفاضل. طبعا عمليات الحفظ، قبل ما ندخل على الموضوع اللي قبله، صراحة احنا ما بنروح إلها كتير، لأنه كل مادة كيميائية بنستخدمها ما بتكون آمنة 100% على جميع المركبات. ممكن مثلا كلورهيكسيدين يقتل البكتيريا، طب أنا بدور مثلا على بكتيريا كيف بدي أقتلها؟ لا والله، لو أنا معني مثلا في الفحص إنه بدور مثلا على خلايا، ممكن أستخدم الفورمالدهايد أو الفورمالين، الفورمالين مادة آمنة جدا جدا، والتعامل معها إيه رائع. احنا في المختبر موجود بنسبة، لو انت في المختبر اطلعت في الخزانات اللي موجودة داخل المختبر، اذا فاكر لما كنا نحفظ الافاعي، جزء من الكلى، جزء من الكبد موجودة عندنا في المختبرات، كل هذه المادة السائلة اللي موجودة فورمالين، هاي بنحفظ فيها انسجة، بنحفظ فيها عينات براز، بنحفظ فيها عينة الأنسجة إذا فاكرين. مجرد ما الطبيب بياخد البيوبسي، الوخذة، الخزعة من المريض، اللي يجب إنه يسقط لنا هذا القطعة من النسيج داخل كب، وهذا الكب بيكون 50 ضعف إلها اللي هو فورمالين. فبالتالي التعامل احنا بننصحكم ان شاء الله، اذا ما تنحوجوا للكلام هذا، لكن لو انحوجتم وحبيتم تشتغلوا على الكلام هذا، تشتغلوا على فورمالين افضلهم. تمام. لغاية هان خلي بالك، طبعا كل العينات تحفظ ما عدا حاجة حنتكلم فيها لاحقا، CSF،
سيربرو سباينال فلويد، عينة سائل النخاع الشوكي، هاي لا يتم حفظها داخل المختبر لأنه إلا في حالات معينة، لكن يجب فورا فحصها ومن بعد هيك ممكن نفحصها. تمام، في عينة اسمها كي او اتش، اي عينة فطريات من جلد من شعر، ممكن ناخدها هاي العينة ونفحصها. هذه لو بدنا نفحصها العينة وتركناها في الدرج لمدة أسبوع ما بنتأثر ولا بيصير عليها أي تأثير. تمام، هذا الكلام أرجو منكم تسجيله على الدفتر أو الكتاب، ويعطيكم ألف عافية. أستودعكم في أمان الله.